تذكير بأهم العناوين. دعوى قضائية ضد شركة كار النفطية بسبب النهايات السائبة لعقد تزويد محافظة صلاح الدين بالكهرباء منذ 2013. السودان في ديالى لحسم ملفات أمنية واقتصادية، وأسلحة البيشمركة الثقيلة تثير عاصفة سياسية تصل رئاسة البرلمان. القضاء يحيل رئيس هيئة النزاهة للتحقيق بتهمة تضليل الرأي العام، واليكاتي يدعو لشراكة سياسية تحمي استقرار كركوك. تسريبات عن اتفاق يحدد عمر زواج الفتاة ب14 عاما، واعتقال عصابة حفرت نفقا تحت الأرض للوصول إلى آثار في السليمانية. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير، في أمان الله.